مرحبا بكم مشاهدينا مشاهدين قناة دبليو تي في وطن بأمسية جديدة من برنامجكم اليومي حزورة بصورة. طبعا اليوم نستقبل اتصالاتكم على الأرقام الظاهرة عبر الشاشة، ننتظر مشاركاتكم حتى تربحون ويانا. طبعا مثل ما تعرفون بالأسبوع القادم يعني وتوقفنا فترة، فاليوم بنهاية الحلقة لح تكون ويانا القرعة، فاللي شارك ويانا بالاسبوع القادم ينتظرنا نهايه الحلقه وان شاء الله الكل يكونون فايزين. شلونك تامر؟ هلا وشهد، شلونك؟ شو اخبارك؟ رمضان كريم عليك وعليك وعلى كل شخص جاي يتابعنا من خلال الشاشه او من خلال البث المباشر على الفيسبوك. يسعد مساكم وافطار شهي ان شاء الله، ويا ربي الكل راضي علينا وما ضوجنا احد ولا غثينا احد، والكل ربحان ويانا اكيد على مدار الشهر وعلى مدار الايام المتبقيه المقبله. ناطرين اتصالاتكم ومشاركاتكم على ارقام هواتفنا اللي راح تظهر اسفل الشاشه، والكل رابح ويانا بحزوره بصوره. بالاضافه الى مثل ما ذكرت شهد، بما انه احنا توقفنا ثلاث ايام بسبب ذكرى استشهاد الامام علي عليه السلام، فاليوم راح يتم سحبه قرعه السفر المقدمه من قلعه الشمال باداره محمود الساعدي، فانتظرونا نهايه الحلقه ان شاء الله. اللي بباله او متوقع يربح خليه يتصل ويقول لنا اليوم شنو توقعاته بالنسبه للقرعه، واكيد الكل رابح ويانا. ذيك السحبه هم ولد اثنين اذكر. اي ان شاء الله اليوم حصه للبنات والبنات يربحون ويانا ان شاء الله. نروح للاتصالات شهد. يلا نقول تمام. الو الو مساء الخير. الو نصيب. حلو، هاي حلو، اخذت الملاحظه مالتنا. الو مساء الخير، رمضان كريم. الو ماكو صوت؟ هي قالت لنا نصيب ونصوا اثنين هون كلهم راحوا، وراح اول اتصال وغرق بالمي. يلا نقول الو. الو 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 وينكم؟ يلا تعالوا اتصلوا. يمكن يوم الشبكه ضعيفه او اكو خلل. لا لا ان شاء الله، يمكن من المطر. ترى هي مطرة الصبح، يصير مطار تروح الشبكة والصير حارة نقول الانترنت من الحار، نصير باردة. اي يعني احنا نطي اعذار، احنا نطي اعذار وزارة الاتصالات. يلا نستقبل اتصال نقول الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم وحشة طبعا هاليوم. ليش؟ مطلوبين احنا ما ندري. تقول وحشة وحشة. لا تقول عليكم وحدة. رمضان كريم عليكم. الله اكرم. طبعا اكيد مثل ما احنا واحشينكم اكيد توحشتونا يعني. اي والله لانصدق يعني عليكم وحده اليوم، لان انا اتابع البرنامج من بدايته. حياتي بدو ولا عمرك. طبعا انا سمعتها عبا تقول عليكم وحده. لا شكو مطلوبين احنا ما ندري. من ويانا؟ جنان موسى من بغداد. جنان؟ جنان شنو؟ جنان موسى. جنان موسى من بغداد. جنان انت رابحه ويانا بعدك، شنو سولفينا؟ والله دائما يعني مرتين يعني دخلت في القرعه بس يعني ما فوت. اليوم السحبه وان شاء الله اسمك طالع ويانا ان شاء الله. اوكي مستعده نروح للصور؟ يلا اكيد يلا حتى تمام. نروح ويا اول متصله اليوم ويانا جنان من بغداد ونشوف الصوره اللي طلعت لها. جنان شفتي الصوره اللي طلعت لك؟ اي هذا اثير كسكول. اي شنو شهد راح اساليها على اثير؟ نسالها تعرفين مواليده؟ اكيد لا ما تعرف مواليده. والله تابعت على الانستغرام اعتقد هو من الثمانينات يعني ايش قد تقريبا؟ اساليها غير سؤال. زين لحظه جنان، هو دائما الادوار اللي يمثلها بولايه بطيخ او بالبرنامج اللي من خلاله انشهر، شنو الدور اللي يمثله دائما؟ دائما اكثر شيء كوميدي حتى ب هو لا جنان، هو البرنامج هو البرنامج بصوره عامه كله كوميدي، لكن الشخصيه اللي يقوم بتجسيدها او يمثلها الحجيه اثير اكثر واحده. ايش اسمها الحجيه؟ الحجيه وهذا اللي دائما يسوي مناسبات. مناسبات بعد هذا الشاي مهم. لا اسمها اسمها شنو تعرفين اسم الحجيه؟ اسم شنو؟ اسم الحجية اللي دائما هو ياخذ دورها او اللي يمثل دورها بالبرنامج. اعتقد هي نفسها الحجية اثير يعني. لا اسمها حجية اثير، وانا اكو حجية اسمها اثير.
والله ما ادري بس جنان طبعا انت ما متحمسه واليوم يعني ما مركزه ويانا. والله مو متحمسه بس شويه مريضه بس ما عاد بس اشارك. سلامتك الف سلامه. تمام يا جنان الف مبروك اسمك دخل ويانا بقرعه السفر. انتظرينا نهايه الحلقه وان شاء الله راح يتم السحب عليها وان شاء الله اسمك رابح ويانا. استقبل اتصال نقول الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام. رمضان كريم. الله اكرم. الله اكرم. من وياك؟ وياكم افراح قيس نوح من بغداد. افراح قيس من بغداد. اي اول مره اتصل عليكم قوه حصلتكم ان شاء الله مو اخر مره. افراح شلون شو الجو اليوم؟ اليوم الجو صار حلو شويه ومطر والله. اي شويه اي شتا شتا اليوم صار شتا الحمد لله حلوه الاجواء بس احنا مصيفين انا وياك. لا احلى هو حجايبين طلع شتوي. مستعده للمسابقه؟ ان شاء الله صورة سهلة يا رب. يلا نروح ويا افراح ونشوف الصوره اللي راح تطلع لها سهله اليوم. سهلة. لا الصور اليوم الحمد لله يعني صور سهله. بدي شوفين الصوره افراح. يمكن اسمها اشراق الحسن. لا مو اشراق. لا لا, لا. شنو السؤال اللي راح تسالين هي؟ طبعا اريد اسمها واريد مواليدها. اشراق الحسن شلون اسمها؟ لا 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 هو قريب على هذا الاسم اللي جاي تقولينه انت. ساعدوني انا اول مره. اول حرف هي اكو شين واكو قاف بالموضوع. اي هو اكو شين وقاف. بل زين سولفي لي عنها حاليا هسه طالعه هي بمسلسل. شنو اسم المسلسل؟ مسلسل مال بنات صالح. بنات صالح. زين هي ايش اسمها بالحقيقه؟ مواليدها شقد يا افراح؟ يلا افراح فرحينا وفرحي نفسك ان شاء الله ونفرحك حتى ونربحك. والله ما اعرف هسه انا راح اغشش. لا ماكو غش. ما يصير هلا غشش يا خطيه. اعطينا بعد اول حرفين وسهله ومواليدها الريد. حاولي احد يساعدك. ترى سهل افراح. اي صح سهل والله صدق بس شطار من دماغي. زين انت ما شايفه التايتل مال المسلسل؟ متابعتها. اي والله. زين قولي لها اسمها حتى ادخلها بالقران. ادخلها بالقران من جاوب. خليني اسال سؤال. لا هي قولي لها جاوبيها اعطيها الاجابه الصحيحه حتى ادخلها بالقران. لا تجاوب. ما تعرف. عادي تسالين غير سؤال. افراح انت ربحت ويانا بدخول اسمك لقرعه السفر. انتظرينا نهايه الحلقه راح يتم السحب عليها وان شاء الله اسمك رابح ويانا. هي اسمها شروق الحسن اعتقد. شروق الحيوان قلت اشتياقا حسن. شروق الحسن الف مبروك ربحت ويانا بدخول اسمك لقرعه. تحياتنا لك. بشين وقاف يعني. هي قالت اشتياق اشراق يعني وصلت للاسم الحقيقي. قريبه قريبه. واكيد نوجه لها تحيه للفنانه المبدعه شروق واكيد هي مبدعه وموسم عن موسم جاي نشوفها بتالق وتطور ب مجالها الفني. نروح للاتصال ونقول مساء الخير والعافية ورمضان مبارك. هلا مرحبا. مرحبا. يا هلا ومرحبا للشاعرة. احنا بخير اذا انت بخير ومشتاقين لك هواية هواية هيك. ما اشتاقتيني؟ اشتاقتيني يا ماتو؟ ليش يعني غايبين هواي؟ ردنا نشوف معزتكم معزتنا بقلبكم ايش قد؟ اشتاقونا لا. ها؟ بدنا نشوف معزتنا بقلبكم راح تشتاقونا تفقدونا تقولون وين هو لو لا؟ هواي شاقين لكم هواي صراحه. لا شهد هواك توالي بالانستغرام طبعا. انا والله وايد جبنا رسائل وينكم اليوم كنت تفوت تسالني انتم وفاه. يلا اليوم شنو محضره لنا من شيء شعر؟ اليوم حضر لكم شعر. اي راح اقول. اي يقول مو كل من يضحك معناه مرتاح ولكن من يبتسم معناها ما عندك حلو. بس أيه. انا من الداخل شاطابوقه من الحزن روحي صارت مزقه. الله احس بسم واضحك الغاري بس اقول لجروحي الله اللي يطيبها. انا ما انتظر من البشر شيء بس اقول الله اللي يحبها. سلامتكم. تحياتنا الي. تحياتنا. زين اريد شعر الي بس هيك شويه صغيرون. ها؟ اريد شيء الي يعني خاص. المشكله صوت ما اجواب. صوت مو واضح. اوكي تمام يلا احنا راح نشكرك على هذا الشعر والمشاركه اللطيفه اليوميه اللي دائما تسمعين صوتك ومشاركتك الحلوه بالشعر والله يوفقك اكيد ونروح للتصوير. السلام عليكم. عليكم وعليكم السلام. وعليكم السلام. هلا وبيك يا احلكم روح الحسين نفس بدونك تليفون. والله ما يزد ليش هو جاي ينقطع ترى للاسف. اقول لك والله ترى معي سم الدنيا وانا والله العظيم يا برنامج الاخابرة ما حد يعني سوى علي والله مطلوبه ايجار. زين انت حسين المظلوم بلكك يعني تسهلون وياي ما عندي والله العظيم.
لحظة لحظة ممكن شوي أفهمك الموضوع شوي. إحنا ما نسد الخط على أي أحد يعني. إحنا سادين الخط عليك يعني أنتي متصلة وسادين الخط عليك؟ لا مو مرات يعني أكو ناس يسدون الخط علي. والله العظيم. إيه بس إحنا مسادين. إحنا مسادين وإن شاء الله الله يرزقك يا ربي. واليوم أتروحين ويانا. وين ساكنة؟ لا يا أني. إيه وين ساكنة؟ أقول لك أني بالخالصة قاعدة. بالخالص؟ اي بالخالصة بالخالصة. والله العظيم مطلوبة فلوس ايجار وما عندي. والله العظيم واني بالمداهن قاعدة واني ما اعرف يعني الهاي طبعاً احنا اكيد احنا ما نريد نريد نفرحش اكيد بالعيد. فلح اقدم لك جائزة مقدمة من مركز شبعات. تحضرين مركز القناة وتستلميها وان شاء الله قدرنا يعني. اقولك يعني شوك تجيكم يا مركز. عندك احد يجي؟ لا لحظه انت شهد انت اعطيتيها جائزه لحظه. خاله طبعا اريد اعرف من حضرتك انه تقدرين تجين للقناه تاخذين الجائزه لو ما عندك احد يستلم الجائزه. والله انا ما عندي احد يعني. تمام لحظه تمام سيد الكنترول اخذ رقمك وراح يتواصل وياك وان شاء الله ان شاء الله اللي نقدر عليه نقوم لك بيه بالواجب. شكرا لك ولاتصالك والله يحفظك. طبعا هو هذا حال اغلب عوائلنا العراقيه اللي ما عندهم معيل اللي ما عندهم راتب اللي شبابهم وشاباتهم تخرجوا يعني وما لقوا لهم عمل. نتمنى من الحكومه ان تلتفت لهي الحالات وهو الشعب اكيد يباوع على الحكومه ويا ريت انه بعد فتره من الزمن ما تبقى عندنا هيك حالات ونصير احسن الناس. أيوة هذا الله نتمناه. الله كريم يا رب الله يحفظ الجميع ويوفق الجميع. نروح لاتصال اخر ونقول الو. الو الو مساء الخير. الو 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 السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمه. رمضان كريم. رمضان كريم علينا وعليكم على الجميع ان شاء الله. من ويانا؟ يابان هسه قاعد ادور بالقنوات جبت برنامجكم وحبيت اشارك بس ما اعرف شنو النمط حق الدوره سؤال وجواب. بالبدايه شو اسم حضرتك؟ من ويانا؟ ما اسمعك. من ويانا؟ شنو اسم حضرتك؟ اسمي؟ اي اسمي يقين صباح. يقين؟ يقين صباح. يقين صباح. يقين طبعا اللي هي المسابقة عبارة عن صورة تظهر على الشاشة. يقين صباح. من بغداد يقين انت؟ لا من واسط الصويرة. من واسط. يقين حشرح لك المسابقة بصورة مختصرة. هي صورة تظهر على الشاشة نسألك سؤال بخصوص الصورة والمسابقة سهلة ان شاء الله. واحنا ان شاء الله ان شاء الله يقين شهد تساعدك وتربحه ويانا. ان شاء الله نساعدك. هذا بسمارت امر قصدك علي مساعد؟ اي اذا شهد ويانا نفوز ان شاء الله. ان شاء الله. طيب حلو يقين متفائل. يلا ان شاء الله. يلا اوكي. يلا يقين شوفوا صوره. نروح سهله بقى شوف هي تجد صار. يقين شفت الصوره اللي طلعت لك؟ يقين تسمعني شويه نصي الهوس اليمك تلفزيون ما اعرف. يقين الصوره شفتها اللي طلعت لك ولا لا؟ اي نعم سمعتكم. تعرف صاحبه الصوره؟ اي شفتها. اي الصوره شفتها طالعه عند يمك بالشاشه. اه والله ولا زغرن بيها. هذه الفنانه دموع تحسين المطربه العراقيه. نصينا صوت التلفزيون يقين شويه. شو قال؟ يقين مركز ويانا تركز ويانا يعني يا ريت تنص التلفزيون اللي يمك حتى تسمعنا ونسمعك واضح. يقين مون ما قاعد اسمعكم هسه بالتليفون صوتكم كلش ناصب التليفون فقاعد اسمعكم عن طريق التلفزيون وارد لكم جواب. مو صوتي يتاخر يعني يمنا ويمك يتاخر. ايوه شنو الحال يقين يعني احنا طلعنا لك الصوره انت لا تعرفها اطلاقا. شو تقول سؤال ثاني ندخل القراءه؟ لا اعرفه شلون غير دموع تحسين. اعرف دموع تحسين شنو؟ اوكي يقين اللقب اللي حصلت عليه شنو اللقب اللي حصلت عليه الفنانه دموع تحسين؟ مال ذا بويز. اي شنو اللقب؟ بطلة ذا فويس. اوكي اخذت لقب ذا فويس بيا سنه. لا
19 18. يقين انت ربحت ويانا، بما انه انت ما مركز وصوتنا ما جاي يسمع واضح، فالف مبروك واسمك دخل ويانا قرعه السفر. تنتظرنا نهايه الحلقه راح يتم السحب عليه، وان شاء الله اسمك رابح ويانا. تحياتنا لك ان شاء الله. يلا ناخذ اتصال نقول الو. انا دخلت من صوت التلفزيون ابني نوبل. الو الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمه. رمضان كريم. الله اكرم. من ويانا؟ وياكم مينا علي عزيز. مينا علي من وين؟ من بغداد. من بغداد. مينا شلون اليوم ويا الاجواء؟ مينا علي. مينا علي على من بغداد. مينا علي عزيز. الجو اليوم حلو؟ اي الحمد لله. شوي تغير الاجواء. اقول لك مينا لو زينه. مينا. مينا مينا. مينا مينا ما الساعه؟ مينا بس بالهاء مو الف. ها تقلد علي مني ليش؟ مينا مينا ما الساعه. مستعده للمسابقه؟ مينا بما اني بما انه اسمك كلش حبيته ترى تسلم. راح اساعدك واريدك تركزين وياي يا مينا. يلا نشوف ان شاء الله. تمام يلا روح ويا مينا ونشوف المينا راح تطلع لها بالشاشه. ليش رياضه؟ وين لعب رياضه؟ اسالته مينا. شفت الصوره اللي طلعت لك؟ اي نعم. أي. ابراهيم باش. اذا خالتي يجاوب وياي يساعدني. احد مساعد يساعد. شنو؟ ابراهيم باش. اي تعرفين من وين هذا ابراهيم اللاعب؟ هو يعني لاعب منتخب عراقي. بالقوة الجوية. زين انت هسه جاي تعطيني الاجوبه بس دقيقه يعني وكلها صحيحه. اريد اعرف من عندك. اريد اعرف من عندك ايش قد مواليده حتى تعطيش الجائزه شهد. بما انه انت شاطره كلش. من بغداد؟ اي. مواليده ايش قد؟ ايش قد مواليده؟ خليني اشوف اذا تساعدوني. هو بالالفينات بعد شو تريدين؟ لان انت شاطره. بالالفينات؟ اي. مواليد 2000. احسنتي يا مينا والف مبروك لك الجائزه. الف الف مبروك. ربحت ويانا جائزه مقدمه من مركز شبعاد للتجميل. الف مبروك لك يا مينا. شاطره مينا. والله هو اليوم شاطر رياضي. طبعا احنا اليوم او اول مره انه بنيه تتصل ويطلع لها صوره رياضيه ويمها احد يساعدها ويحل هذه المشكله اللي دائما يوقعون بها البنات ويانا. هاي نسجلها بالتاريخ. روح الاتصال. يلا ناخذ الو. نقول مساء الخير. الو الو, ألو مساء الخير. مساء النور. من وياي؟ ياسم رسول. شنو؟ الو هل تسمعين؟ اسمعك. من وياي؟ ياك ام رسول حبيبتي. ام رسول. ام رسول من وين؟ من بغداد. من بغداد. ام رسول اول مره تتصل بينا. اول مره. اسم جديد على الساحه. اي والله اول مره من سقدر. مشاهدينا سمعوا النصيحه وخلوا تحياتنا لك يا ام رسول. ام رسول مستعده للمسابقه. اكو احد يمشي ساعد. انا ما حبيت السابق الصراحه وياكم. ليش؟ انا ما حبيت السابق بس عندي موضوع بدي اتكلم به. تفضلي. تمام الجو لك. العام احنا يعني متابعينكم وشاركنا برنامجكم وبرنامج حلو وفزنا وياكم سفره وتعنينا للقناه واخذنا الكارتات ونروح للشركه بحي الجامعه وانتظروا يمكن 5 اشهر وما خابرون يقول ماكو سفر. اخر شيء نقول صار خلاف بيننا وبين القناه. كل سفر ماكو. تجين بفلوس روحي، ما تجين بفلوس ما قلتش يعني سفره ويانا. هذا منو اللي قال لك هذا الكلام ام رسول يعني؟ شركة بحي الجامعة دزيتونا انتوا عليها كرتات. يعني صاحب الشركة اللي قال لك هذا الكلام؟ ما نسيت الصراحة الشركة وقتها. تمام اوكي احنا نعتذر اكيد من يعني حتى سفرة ما كرت جائزة حصلنا وحتى سفرة ما رحنا. احنا نعتذر من ام رسول او حقك علينا. حابة تشاركين ويانا؟ هم اكو سفرة وان شاء الله. لا شكرا لا شكرا لكم. تمام شكرا لك ولاتصالك ان شاء الله القناة راح تشوف هذا الموضوع. تحياتنا لك يا ام رسول. تحياتنا لكم. وطبعا احنا ما لنا علاقه بالموضوع. هو الخلل اعتقد يجوز يم صاحب الشركه اذا انت مثل ما قلتي، لكن العيب عليه وعلى شركته ولان ما التزم اذا وياكم او ويا غيركم. فان شاء الله يعني وانت ما مجبور تقدم جوائز او شيء اذا انت ما عندك التزام. صح. احنا نصير بموقف وهم الناس تصير بموقف. يلا ناخذ اتصال. ان شاء الله ما يصير هيك شيء بعد. ناخذ اتصال نقول الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام. رمضان كريم. علينا وعليك يا رب. من وياي؟ شلونكم عيوني؟ الحمد لله خير. بخير اذا انت زين. الحمد لله الله يحفظكم. تحياتنا لك. من وياي؟ كرار من الصفر. كرار؟ نعم. كرار شنو؟
كرار من البصرة. كرار شنو؟ كرار مؤيد. كرار مؤيد من البصرة. كرار شلونك ويا المسابقة؟ مستعد ويانا ولا لا؟ ان شاء الله. يلا نشوف الصورة. ان شاء الله. يلا. روح للصورة اللي راح تطلع لي كرار. حلوة الصورة وسهلة كرار. بشوفنا من الشاشة. خطية ساعديك. صورة. ها كرار. والله. انت شفت الصورة لو لا؟ شفت الصورة. اريد اسم الممثل منو؟ ابن منو؟ والله ما اعرف هذا الممثل. ممثل مصري معروف. مصري هو صحيح بس اسمه شلون معروف ووالده هم معروف. ابن منو زين؟ والله ما عندي معلومة عنه. زين كرار منو الزعيم؟ الممثل اللي يصحوا للزعيم بمصر. الزعيم؟ اي. الزعيم؟ اي منو الزعيم؟ اكو فنان من الفنانين المصريين يصيحون له الزعيم، الى قبوب الزعيم. والله ما اعرف وياهم الفنانين المصريين، ما متابع يعني حتى مسلسلات مصريه. نسأله يعني. سؤال عراقي؟ نسألك سؤال عراقي يلا. يعني؟ يلا. خلينا نشوف السؤال والله. اسألي انت. سورة الصين العظيم. شلون؟ اريد جواج الشكرشي. اريد ثلاث اعمال الك. شلون؟ جواد الشكرشي. هسه كلش ما اعرف. ممثل عراقي معروف. ثلاث اعمال الك واكو حاليا عمل هسه برمضان الك. مال سحور. سحور. لا 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 يا سحور لا وين رحت؟ اكو عمل هسه الك برمضان. كرار عنده برنامج وعنده مسلسل. كرار. شلون؟ كرار ركز وياني. كرار ما عنده اي معلومه. اي معلومه طبعا ما عنده. كرار بدي اسالك سؤال اخير، انتم اليوم ايش فطرتوا؟ هاي اخير الحلول. ايش فطرتوا اليوم؟ ما اسمعكم. ايش فطرتوا اليوم؟ ايش فطرتوا يا كرار؟ والله فطرنا خير من الله، دجاج، شوربه. طيب كان عاجبك الفطور اليوم ولا لا؟ لا الحمد لله تمام. ابغى اذا اقول لا. شيء منتظر العركات، تحب العركات مال الفطور. بس اقول لا. تعركت اليوم وكرار على الفطور وقمت وما اكلت. ما اسمحكم. كرار اذا كنت تشوفنا من الشاشه فالف مبروك، اسمك دخل ويانا بقرعه السفر ولا يهمك كرار ما بدي ازعلك. تحياتي لك. يلا ناخذ اتصال نقول الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن اشارك؟ اكيد. منو جاي؟ افراح قيس من العظميه. افراح قيس من العظميه. الله يوم قاسم بالقص. هي قبل شويه اعتقد افراح اتصلت فيها. افراح يمكن مثل. لا اسمك دخل ويانا بالقرعه. دخلتي بالقرعه. اريد افوز بالمركز بل كنت اجرب حظي. تمام زين بس لازم اسمك اذا طلع بالقرعه نشيله نسحب. اريد هالسفره. اسم ثاني يلا. مشبرة عزيز. يلا يلا تمام. يلا اروح للصوره. هي افراح يمكن دخلت ويانا بالقرعه اليوم مو صحيح؟ هسه قبل شويه. يلا اروح للصوره ونشوف الصوره اللي راح تطلع يلا. لها افراح شفتي الصوره اللي طلعت لك؟ صبا ابراهيم. صبا ابراهيم. اريد اسالك تسالها انت؟ لوني. اريد تقولي لي ثلاث اعمال لصبا ابراهيم. سهله بهذا رمضان وذاك رمضان. شلون بس ممكن تقولي لي شلون؟ شو تقول؟ افراح شنو ايش تقولين؟ مواليد 82. مو مواليد مو مواليد. سالك 82 مواليدها. ثلاث اعمال الها اريد. يلا راح ترى تاخرين ويانا الظهر يا افراح، خليني اقعد انام راح انام انا. افراح ثلاث اعمال. راعيني. افراح نحن هنا. شو الصوت بعيد؟ ليش صوت بعيد؟ افراح احنا نسمع واضح جدا جدا. عندها ثلاث اعمال. اريد ثلاث اعمال. عندها ثلاث اعمال شنو عندها 100,000 عمل وهواي عندها اعمال افراح. ما عبالي قصدك برمضان هسه. افراح راح ادخل اسمك ويانا مره ثانيه بالقرعه لان انت هواي تاخرتي، اريد اعطي مجال للمتصلين. تحياتنا لك يا افراح. هي داخله، هي داخله القرعه. اي عادي هواي اكو ناس دخلت ويانا باسماء هواي بالقرعه يعني اكثر. نفس الحلقه ما يصير. اها يعني طلعت؟ تمام. بغير حلقات اوكي بس. تمام. روح لي اتصال اخر ونقول الو. الو السلام عليكم. الو مساء الخير والعافيه. مساء النور رمضان كريم. الله اكرم. من ويانا؟ فرح نبيل. فرح نبيل من وين؟ كلها افراح وفرح، كلها افراح وسرور. من بغداد. فرح نبيل من بغداد.
فرح مشاركتي ويانا قبل؟ اي والله قبل اسبوع هيك شاركت مره واحده. فزتي لو لا؟ لا ما فزت. ما فزتي، يلا مستعده للمسابقه؟ مستعده. يلا نشوف الصوره. ويا فرح. الشاعر الكبير عادل اسمه؟ محسن. لا مو على الاسم. نسينا اسمه؟ لا مو على الاسم. اريد قصيده له. ومن يزوج انقطع هاي السؤال ايش صعب؟ اصلا السؤال كل سهل ويا فرح. بس يا فطت على سدت التليفون. خافت من سؤالك لان انت اعطيتيها سؤال صعب. يا ستار شو صعب؟ قصيده قصيده. يلا ناخذ اتصال. الو مساء الخير ورمضان مبارك. الو الو الو, ألو مساء الخير، شانك؟ مساء النور. شانك؟ شخبارك؟ رمضان كريم. الو الو اسمعك واضح تسمعني؟ قطع اتصال. لا الظاهر اليوم اكو خلل. ما اكو خلل، ما اقول لك من المطر. الو عليكم السلام والرحمه مساء الخير. رمضان كريم. الله اكرم، من ويانا؟ وياك نضال كمان من بغداد. نضال كمان من بغداد. نضال اول مره شاركينا؟ اشارك بس ما افوز. متفوزين ان شاء الله اليوم متفوزين ويانا. ما انه الجو حلو ومطر وخير. ان شاء الله الصوره سهله. يلا ان شاء الله نشوف الصوره. يلا نروح ويا نضال ونشوف الصوره اللي راح تطلع لها شنو هي. طلعت لك هذه الصورة، اريد صاحب الصورة وش وقت توفى واريد قصيدة له. هذا عادل محسن. عافية، شو وقت توفى؟ الله يرحمه. شو توفى؟ ترى اكو وقت، يعني كل ما تتأخرين كل ما كل عام توفى؟ لا لا لا. اعطيني رقم محدد، زين اعطيني قصيدة من قصاده. مالا اكون يمك. كون يمك. تمام يا نضال، الف مبروك، اسمك دخل ويانا بس اريد هديه للوالده من انت مو المشكله احنا ساعدنا لا لا يعني لا ساعدنا احنا قلنا بدون مساعده اسمك دخل ويانا بقرار السفر لا ساعدنا ساعدنا دا فرح نضال اسمك دخل ويانا بقرار السفر تنتظرين نهايه الحلقه واسمك وارجع اذكر بالقوانين اللي جاوب ايش قانون اللي جاوب بدون مساعده ياخذ المركز واللي جاوب مساعده لو نغير له السؤال يدخل بقرعه وش فيها قرعه حلوه وسفره واربيل ليش ما تروحون؟ بس انا وثامر يقول وين نروح والله؟ مو ثامر؟ لا ما تروح؟ انا راح بحكي اذا وياك ما اروح شنو اي ما اروح يعني تبقين تنقين تنقين علي وهيك تسوين مشاكل هناك انا هيك صارت اروح وياك بطلت او اذا اخذ اذا اخذ راسه ثاني شمال تطلع شمس وتصير حاره هاي شنو؟ اي يمكن تمام يلا اروح للاتصال ونقول الو نقول الو الو مساء الخير السلام عليكم مساء الورد وعليكم السلام والرحمة. الو رمضان كريم من ويانا؟ حبيت اشارك. اكيد ممكن تشاركين، من ويانا؟ ام عسولة. ام عسولة. ام عسولة شو ضايجة؟ طبعا اللي تطلع لا والله ما ضايجة. ام ليث وام رسول ترجع للكنترول. ام عسولة من بغداد؟ ام عسولة من بغداد؟ انا هواية دق انا يداسي يفتح خط ومشغول وضجت. ام عسولة لا ان شاء الله انت ما طول حصلتينا خلت روح الضاجة انت من بغداد لو من وين الو ام عسولة اي من بغداد من بغداد ام عسولة اهم شيء تسمعينا من سماعة الهاتف وتعرفين التلفزيون تنصي روح للصور ولا لا مستعدة اوكي اوكي راح اغير مكان يلا روح للصور ونشوف ام عسولة شنو راح تطلع لها صورة أم عسولة شفتي الصورة اللي طلعت لك؟ ألو أم عسولة سمعينا؟ نعم أم عسولة طلعت لك صورة سعد المجرد إي ليغني أنت بغية واحد يكون دمه بارد تمام؟ مثلك دمك بارد تمام أنت ويغني أنت معلم؟ إي وإحنا منك نتعلم. ومع السولة أريد طبعًا هو سعد المجرد لقبوه هواي ألقاب، أريد لقبين لقبوه بيهن شنو هن؟ والله ما أعرف. أم عسولة أم عسولة بما أن أنتِ أول مرة تتصلين وصالك هواية جاي تتصلين وما حصلتي فراح اقول لك الاجابه لقبوه بالمعلم ولقبوه أيوة. بخوليو العرب وامير الدوب
المغربي. ألف مبروك لك يا عسولة، واسمك دخل ويانا بقرعة السفر، تنتظرين نهاية الحلقة وإن شاء الله رابحة ويانا. تحياتنا لكم. ناخذ اتصال نقول ألو. ألو ألو ألو. رمضان كريم. الله أكرم. يا حنين محسن من بغداد. حنين محسن من بغداد. حنين يمكن مشاركتنا هواي؟ نعم. شاركة ويانا قبل؟ مشاركة بس ما فايزة. مشاركة بس ما فايزة. إن شاء الله اليوم مفوزين، مستعدة للمسابقة؟ إن شاء الله، بس تكون صورة سهلة. إن شاء الله، يلا نشوف الصورة. نشوف صورة حنين. يلا يا حنين، إيش راح تطلع لك من صورة؟ واو. الصورة سهلة حنين. تشوفيها الصورة لو لا؟ نزار قباني. عافية عليك. هاي أول شو اسمه؟ بعدنا مسالين طبعا. حنين من بغداد مو؟ اي نعم. حنين فزتي ويانا جائزة مقدمة من مركز شبعة، طبعا عاشت ايدك وما تعبتينا ولا اسا جاوبتي حتى قبل ما نسالك. عاشت ايدك شيشر شطارة مثل حنين بسرعة تجاوب. تحياتنا. ردوا قلبنا شوية. تحياتنا لك يا حنين، ونروح لاتصال آخر ونقول مساء الخير ورمضان مبارك. الو 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 الو. مساء الخير والعافيه. مساء النور. من ويانا؟ الو. وياك المتصل محمد من بغداد. محمد شنو؟ محمد محمد تسمعنا؟ محمد 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 الشياع. محمد الشياع من بغداد. محمد شلونها معلوماتك؟ اسئلتنا صعبه سهله؟ من يساعد؟ نعم اسئلتنا صعبه يا سهله، من يساعد؟ انا لو ثامر. العفو. وياك المتصل محمد الشيع من بغداد. محمد خلي اتك على قولك. محمد شهد جاي يقول لك اذا كنت تسمعنا واضح تقول لك منو اكثر واحد يساعد، اني لو شهد؟ العفو استاذ. محمد تسمعني؟ راح استعمل وياه لغه الاشاره. اشر بالكاميرا. محمد تسمعنا؟ احنا جاي نسمعك واضح. اي حبيبي اسمعك تفضل. منو اكثر شخص يساعد بينا، اني ولا شهد؟ اكثر شنو العفو؟ شخص يساعد المتصلين او المشتركين في البرنامج، اني اساعد لو شهد؟ الو محمد. لا. محمد ما يسمعنا، حاول تعيد الاتصال بينا مره ثانيه. محمد شلون يعني هسه اريد تشارك ويانا بالمسابقه؟ يلا هسه ما سمعتنا زين. اوكي استاذ، ممكن يعني اشارك وياكم صوره؟ انت جاي تسمعنا؟ جاي تسمعنا واضح، مو احنا جاي نحكي وياك ما جاي تسمعنا؟ اي نعم 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 حبيبي نعم. جاي تسمعنا؟ ما اعتقد يسمعنا. وين وين جاي يروح؟ ما اعتقد. انقطع. محمد تحياتنا لك. يا ريت يا ريت، ونتمنى هاي دائما نقولها، اي شخص يتصل بينا ينصي صوت التلفزيون كلش، بس يبغى على التلفزيون بس على الصوره، اما يسمعنا من سماعه الهاتف، واذا كان الصوت ناصي خليه يفتح المايك مال الموبايل ويسمعنا من المايك. تحياتنا. شوف شلون انطي حلول والله، يعني الحلول مالتي جهنمية. ما يلتزمون بها المشاهدين. ما يلتزمون. لا ما يلتزمون والله. يلا ناخذ اتصال نقول الو. لا لا ضجي شهد، الدنيا ما تسوى. ضجي ثاني. صدق؟ والله. الو؟ اتصال؟ الو؟ الو السلام عليكم. عليكم السلام. رمضان كريم. علينا وعليك يا رب. من ويانا؟ يا رب ان شاء الله. وسام من محافظة ديالى. وسام شنو؟ وسام سلمان. وسام سلمان محافظة ديالى. اي نعم. اليوم شلون الجو؟ اكيد يومكم الجو. والله ان شاء الله الاجواء بخير طبعا، بما انه احنا اليوم في شهر رمضان مبارك، يا رب هي كل الاجواء تكون خير وبركة علينا ان شاء الله. امين يا رب على الجميع. اكو مطر يومكم؟ والله يعني مطرت يعني الصبح شوي هيك، يعني مطر قليل. حكيك مطر صيف ما بلل اللي يمشون. طبعا لا واحنا ما شاء الله حتى الشتانة كان مو ذاك الامطار اللي جيت. بس بروده بس بارد. الحمد لله وشكرا ان شاء الله رب العالمين كل شيء خير ان شاء الله. انا ما كنت هنا انا بالعراق. كان بامريكا هنا وجي وجبناه. وسام مستعد للصوره؟ والله ان شاء الله، بس لازم اوطي صوت البلازمه. اي اي توطي صوت البلازمه وتسمعنا من التليفون وتشوف الصوره. يلا تمام. يلا اروح من وسام لدياله نشوف له الصوره اللي راح تطلع. الله. راح اسالك سؤال وطلعت لك الصوره سهله. هذه حلوة. مغنيه عربيه اسمها يارا. تمام؟ اي اقول لك شنو؟ اريدك تقول لي يارا شنو جنسيتها، يعني من اي دوله عربيه؟ اعتقد لبنانيه. بتغني صدفه ومن بين كل الناس علقني. لبنانيه؟ من يقول لبنانيه؟ يعني انت هيش عليك يا الله قلت لبنانيه لو انت متاكد.
يعني الصراحة يعني مو يعني هو متابع المطربات وهذه، لكن يعني حسب اعتقادي. زين أنت يعني سامع لها أغنية لو ما سامع؟ لا ما سامع الصراحة. تمام وسام، بما أنه أنت إجابتك صحيحة وصحية الفنانة يارا لبنانية، فألف مبروك واسمك دخل ويانا بقرعة السفر. تنتظرنا نهاية الحلقة، راح يتم السحب عليها اليوم كون احنا الجمعة كنا متوقفين، فاليوم راح يتم السحبة المقدمة من شركة قلعة الشمال للسياحة والسفر، وان شاء الله يا وسام تربح ويانا. ان شاء الله يفوزون يعني اليوم بنات ان شاء الله، هذول كلهم اللي بالقارورة يفوزون. لا اليوم عايز بنات اثنين يفوزون، عاجبني لان ذاك ان شاء الله يا رب قبل ولد، اليوم ان شاء الله بنات. يلا ان شاء الله ان شاء الله. يلا ناخذ اتصال نقول الو. قطع الاتصال. يلا نقول الو. حلو مال الو قطع الاتصال. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. رمضان كريم. علينا وعليك يا رب. من وياي؟ وياك نور رياض. نور؟ نور رياض. نور رياض، يمكن اخت منور اتصلت فينا. نور انتم بيت رياض هواي جاي تتصلون يعني. مبدعين منورين. تحياتنا لكم. تسلم. عاد جاي تفوزون لو لا؟ احنا ما نركز يعني، ما جاي نتذكر الناس اللي تفوز او لا. لا ماكو، كل ما تفوز اكثر. يلا ان شاء الله تفوزين. ان شاء الله اليوم تفوزين يا نور يا بيت رياض. تسلم. وتحياتنا الرياض اذا كان يمك. يلا نشوف الصورة. يلا روحوا يا نورة ونشوف شنو الصورة اللي راح تطلع لها. ساندرا بولك. بدي تشوفين الشاشة؟ نور. هاي صعبة. هي صعبة. طبعا انت قلتي اسمها غلط. ساندرا. لا. هاي عراقية ولا مصرية؟ هاي أجنبية. هاي. أجنبية. لا صعبة. شنو اسمها؟ هاي هي أحد نجمات هوليوود. فأريدك تقولي لي شنو اسمها يا نور رياض. كاترين؟ لا. لا اليوم أنا غير اسمها. هي اسمها، هي اسمها جوليا بس اسم أبوها بعد عليك. أنت هي جولي؟ لا. لا لا يا نور حرام عليك، هي اسمها جوليا وبعد اسم والدها أو اللقب مالتها شنو؟ جوليا شنو؟ صح الله. نور يعني بما انه انت من بيت ابو رياض نوجه لكم تحيه. تحياتنا لو. او ما جاوبتي طبعا مع الم الصوره كل السهله. جوليا عندرز. شلون؟ بعد ايش؟ بعد خراب البصره؟ نور اسمك دخل ويانا يا نور بالقرعه وانتظرينا بعد الوقت القادم بحلقه اليوم راح يتم السحب عليها يا نور، وننتظر منك الكليتشه باخر حلقه يا نور لان خسرتي. من يقول يسوي كليتشه؟ صدق ما سألناها نور. إذا كنت تتابعينا حاليا على الشاشة فأريد نسألك على الكليتشة وسوين لو لا، فإذا إذا سوين دزينا وإذا ما سوين خلي أحد مين دزلش خلي دزينا سوى. حلو. خوش حل. عاش أفيدك. يلا ناخذ اتصال نقول ألو. 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 ألو ألو السلام عليكم. عليكم السلام. رمضان مبارك عليكم. علينا وعليكم. على الجميع إن شاء الله. من ويانا؟ شلونكم أخباركم؟ وياكم عدنان العراقي. عدنان العراقي، من وين عدنان؟ ديالة. من الديالة. اليوم هو جالد يترسون، ما شفنا ولا برتقالة يجتني. والله بيش أدز إشياء على الهواء جهاز الهواء البرتقالة. نزيها من التليفون. عدنان العراقي. شلونكم؟ عدنان العراقي أريد أسألك سؤال. جواب. إيش عجب مختار هذا اللقب؟ يعني إيش عجب إنه عدنان العراقي؟ والله غير أني عراقي وأحب العراقي. كان إنه أنت تحب ومنتمي للعراق مسمي نفسك هذا. إيه أنا عراقي وسيم عراقي. حلو تمام. عدنان أنت أول مرة شاركنا وتتصل بينا؟ يا مرحبا. أول مرة تتصل بينا؟ إيه أول مرة أتصل بكم. نعم. نستعد نروح للصور يا عدنان. الصورة سهلة راويني. هي صور مو يمني عدنان. أنا وشاهد إحنا باكين بس نسأل الصور مو يمني. هل عاد يمن؟ يم الجماعة. يلا طلعي يا والله كريم. تمام. أوكي روحوا يا عدنان وشوف الصورة اللي راح تطلع له. أريدك تقول لي شو اسم هذه الرياضة يا عدنان. عدنان. جودو. جودو. لا. لا لا. لا. غلط. لا. توب فوك. لا. لا شنو؟ ال ال ك الغدير.
تاكواندو الكرا الكراتيه عافي عليك يا عدنان العراقي. ألف مبروك اسمك دخل ويانا بقرعة السفر. تنتظرنا نهاية الحلقة راح يتم السحب عليها، وهذه الرياضة اسمها الكراتي. انت زين ما متدرب ان شاء الله زودني من الاستوديو. يلا نقول الو، هاي شوف تامر شو يسوي. الو، صار عندي حماس من شفت الصورة. ناخذ اتصال نقول الو. الو 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 الو، السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمه. رمضان كريم. الله اكرم. من وياي؟ وياكم آية نبيل من بغداد. آية نبيل من بغداد، خد فرح نبيل مو؟ اي احلى شيء العائله كلها تابعتنا وكلها تتصل. خطيه والله خطيه. لا اليوم لازم نفرح بيت نبيل، احنا بيت نبيل اليوم ما فرحناهم. يلا نشوف الصوره. مستعده؟ اي مستعده. يلا روح ويا آية نبيل. تاتا آية، أرد أسأل السؤال، هذه الشخصية الأفلام كرتونية شنو اسمها وين طلعت بأي أفلام كرتون؟ بطة؟ لا لا لا، سهل سهل كل سهل. ساعدوني ساعدك. هو يعني شلون مو لحد أقول لك اسمه، هو اسمه نفسه يعني شلون؟ هو تلقيه بالأشجار بالخشب. لا لا اسمه اسمه، اريد اسمه مو الحيوان الحقيقي، انا طلعت شخصيه افلام كرتونيه، اريد اسم الافلام كرتون. والله ما يبدي آيه، يبدي من حرفين او بالبدايه. او 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 يعني بقلش حرفين ويا الاوات الاثنين، الواوات الاثنين، ليك الواوا ابوس الواوا. تراني شيء راح من بالي؟ هذا ضاعي. اي صح ذكرت والله. يلا آية اجاوبهم مكان شلون شلون؟ اي جاوبنا. آية اسم آية اسمه ودي. تمام؟ والف مبروك اسمك دخل ويانا بقرعة السفر. فزتوا ويانا وان شاء الله تكونون بالاخير. بس تبغى الصورة ما اعرفهم. الو. اعتقد ويانا تعارك الاخ. الو مساء الخير، رمضان كريم. الو 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 السلام عليكم. يا رب ضحكت خير. من وين؟ الو مرحبا. مرحب مرحب. الو مرحبا. مرحب والله مرحب، والف مرحب، و200 الف مرحب. وين بعيد؟ رمضان كريم. الله اكرم. من ويانا؟ بس الصوت بعيد، انا صار شو قدك عليكم ما حصل. والله احنا جاي نسمعك واضح جدا. يا ريت نعرف اسم حضرتك، من وين تتصلين بينا. الو تسمعينه؟ خطيه قطع يعني، يقول صار لي هواي اتصل بكم ما حصلكم. والله ظهر كل يوم اكو خلل بالشبكه، ان شاء الله يتعدل. يلا احنا الايام القادمه موجودين يعني على طول نهايه الاسبوع هذا، ان شاء الله. يلا فاكيد اللي ما يتصل خليه يتصل. انا مساء الخير. مساء الورد والعافيه والطيبه والله اكرم. من ويانا؟ عليك يا رب. ام نور الدين محمد باسم ابني. ام نور؟ نور الدين محمد. نور الدين محمد. ام نور من وين؟ من بغداد. من بغداد. ام نور شلونها معلوماتي؟ شو الاسئله شلون؟ والله الحمد لله زينه. زين من يساعدكم؟ انا لو ثامر اكيد اني. اكيد انا. والله اثنينكم الخير وبركه. بس تقولي واحد خلي تعرك. ثامر ثامر يساعد هواي. ثامر يساعد خوش على خلي ثامر بعد. اي لاف يو خاله ام نور. اي لاف يو دول قلبك حبيبي. يعني ما ساعد يعني. اي لاف يو الك خاله ام نور. همين تساعدين. لا والمشكله المشكله تعرفين شنو ام نور؟ ابن خالي. ابن خالي هم اسمه نور الدين. واشتغلت الواسطه. تمام؟ استجوال القلب. فانت اليوم رابحه رابحه. ان شاء الله بالكتر راح مركز. ان شاء الله يا ربي. يلا روح للصور. يا الله. تشوفين الصوره طلعت من نور؟ من نور الدين مو صح؟ اي. شنو معلوماتك عن هذا الطائر؟ هذا طائر والله ما اعرف يعني شنو، ممكن ما اعرف طائر الماء. لا لا. يعني ما عندك معلومه وشنو وين وشنو على شنو يتغدى اكثر شيء؟
يتغذى على السمك. اي شنو هو؟ يعني هو احد الطيور اللي تتغذى على السمك. اسمع 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 شنو اسمه؟ خلي اسال بالله بالعائله. ترى هو باعي انا ما اريد اساعدك ام نور يلا بس هو سهل حتى تفوزين. كل سهل معني موجود على نهر نهر دجله موجود الناس لونه لا الناس تعطيهم اكل نورس النورس الطائر النورس. طبعا تحياتنا لك وفزتي بمساعده فاكيد اسمك راح يدخل ويانا القرعه ألف ان شاء الله بالحلقات الجايه تربحين يا ام نور الدين. دخل اسمك ويانا بقرعه السفر المقدمه من قلعه الشمال. انتظرونا بعد دقائق راح يتم السحب عليها وان شاء الله الكل رابح ويانا اكيد. ناخذ اتصال نقول الو. الو 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 مساء الخير. مساء الخير. مساء النور. الو جاي سمعونا من التلفزيون. بس التلفزيون شوي نصول اياه لين قطع الاتصال. شوف بعدني ما حاجه. لا ما انقطع بعدين. الله اكرم من ويانا؟ مريم كاول. مريم شنو؟ مريم كاول. مريم البصره. من البصره. مريم مستعده للمسابقه؟ مريم نحن ألو. هنا سمعيني؟ الو نسمعك مريم والله نسمعك من البصرة. من البصرة حياك الله وحيا الله اهالينا بالبصرة يا مريم تسمعينا واضح؟ اي يلا نشوف الصورة. يلا نروح الصورة ويا مريم ونشوف شنو. يلا مريم تعرفين هذا شنو؟ الشيء او شنو اسمه؟ او ليش يخلوه يعني يخلوه بالمزرعه يخلوه بالبستان يخلوه بالزرع؟ ها ليش يخلون هذا الشيء بالزرع؟ علمون ما تطب العصافير وتاكل. شنو اسمه شنو اسمه؟ زرع. لا لا شو اسمه هي هاي الشخصيه شنو هي شو يسمونها هي هاي اللي يخلوها؟ ها شو يسمونها شنو اسمها اللي يخلوها بالزرع؟ اسمها تمثال. لا لا لا, لا. مريم مريم بما انه انت اعطيتي نص اجابه وصح انه هو يتخلى لطرد الطيور حتى ما تاكل الزرع يسموه فزاعه فالف مبروك اسمك دخلوا انا بقرعه السفر المقدمه من قلعه الشمال. اعتقد لهنا ينتهي وقت الاتصالات لحلقتنا اليوم. راح نبلش وياكم بالقرعه ونشوف منو سعيد او سعيده الحظ اللي راح يربح ويانا. طبعا هذه قرعه الجمعه لكن احنا بسبب توقف البرنامج اليوم قررنا نسحب قرعه السفر المقدمه من قلعه الشمال ونشوف ان شاء الله يطلعون بنات اثنين هالمره. انا عندي امل. خليكي خذها خذها زين. يلا اخذي لك وحده. يلا انا اخذ ورديه. تمام انا راح اخذ بيضه. يلا خذها نشوف سوا ان شاء الله بنيه ان شاء الله بنيه بيدي لان وايف فازوا ولد. انا اليوم متحيزه. لا الحمد لله بنيه. ها اي لا اني ولد. من فاز وياك؟ سمعت بالاول شوف البنيه. الفازت وياي بجائزه السفر المقدمه من شركه قلعه الشمال للسياحه والسفر باداره محمود الساعدي الاخت افراح قيس من بغداد. الف مبروك الجائزه اللي ربحتيها من هذه الجائزه. اكيد الرقم اللي راح يظهر بالشاشه او الظهر حاليا بالشاشه هو رقم استلام جائزتك او الجوائز لكل شخص ربح ويانا على مدار الايام اللي فاتت. يتواصل ويا هذا الرقم حتى يجي يسلم جائزته. الف الف مبروك يا افراح قيس من بغداد فوزتك بجائزه السفر. طبعا والاسم الثاني اللي فاز ويانا بقرعه السفر طبعا انا سحبت ورديه قلت بقيت تطلع مني. صح طلع وياي ولد. الف الف مبروك لك والفائز حسن ماجد من بغداد. تحياتي ألف ألف مبروك لك يا حسن ماجد ربحت ويانا. تحضر المقر القناة تتصل على الأرقام. طبعا راح تحضرون روحكم السفرة يوم الاثنين اللي هي باكر. لا ما أعتقد هي يعني لا لازم لأن إحنا اليوم أحد ما أعتقد باكر فهم بعد يشوفون تروحوا للشركة وإن شاء الله الأمور تسهل وكل شيء طبيعي. أكيد لهنا ينتهي وقت برنامجنا لهذا اليوم. انتظرونا باكر الساعة 9 على قناة دبليو تي في وأيضا على البث المباشر بحزورة بصورة الساعة 9 مع ألف ألف سلامة. وبعد الحديث إليك يعني بالختام أحب أشكر مركز شبعاد اللي قدمنا الجوائز على طول شهر رمضان ويانا والميكب والتسريحة إليه
وتحياتي الأزياء جنة الخليج طبعا مركز شبعات للتنويه أنه موجود مقابل نادي الصيد بالمنصور. نعم. أزياء جنة الخليج موجودة يم كلية النسور مقابل صالون منير. تحياتنا لكم، ننتظركم مباشر بنفس الموعد وبنفس المسابقات بالتسعة. باي باي. باي باي.